إن منظومة الأخلاق التي جاء الإسلام بها ليهذب النفوس ولتستقيم الإنسانية بأسرها عليها إنها منظومة عالية السلوك، وإنها تمثل مثالية عالية تنقل الإنسان إلى أعالي القمم، تنقل الإنسان من الحضيض لأن يكون قائداً في هذه الحياة. أيها الإخوة، خلق اللباقة. نعم، اللباقة أمر مطلوب، وكلمة اللباقة تعني أو تحمل في طياتها معنى الظرف ومعنى الإتقان، يعني أن يكون الشخص اللبق عنده خفة روح وإتقان للاتصال بالآخرين. حتى يتضح الكلام، السلام الآن كثير من الناس يلقي السلام، لكن من الناس من يلقي السلام بلا اهتمام، يعني كذا عادة، سلام سلام كل مرة. طيب، لكن السلام أيضا لما تؤديه وتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوجه مبتسم أفضل وأحسن، وهذه هي اللباقة. فيكون عندك خفة روح وإتقان للاتصال بالآخرين، لا بد أن تستشعر الناس وتشعرهم وتنزلهم منازلهم. هناك مظاهر للباقة حتى يعني تتضح اللباقة. من مظاهر اللباقة تقدير الناس، قدر الآخرين، احترم الآخرين، اعترف بمميزات الآخرين. إنسان تفوق في الطب وآخر تفوق بالصناعة وآخر تفوق بالحديث وآخر في الفقه، طيب هؤلاء يحتاجون منك إلى تقدير وإلى اعتراف بما تميزوا به. إنسان تميز بأنه يستطيع أن يوزع إعلان المحاضرات بإتقان، هذا لا بد أن نشعره بقيمته وبما تميز به. فلما تعترف للآخرين بما ميزهم الله عز وجل به وبفضائلهم، فإن هذا يعتبر مظهر من مظاهر اللباقة ومظهر من مظاهر الكياسة أيضا. هناك أقوال رمزية في هذا الشأن، لكن مع الأسف هي لا يتحرك بها اللسان، إنها رسائل صامتة دائم تمر علينا أنا وأنت والآخر، تمر علينا رسائل صامتة. هذه الرسائل الصامتة مرة تقول لك لا تمرر بي غير آبهم بي، يعني خذ مثلا إنسان تفوق في الهندسة ومررت من عنده ولم تلقي له اهتماما، هل هذا من اللباقة في شيء؟ لا، هو قد وجه لك رسالة ولكنها صامتة، قال لا تمرر بي غير آبه. رسائل تأتينا صامتة تقول أرجوك اعترف بي، الناس يريدون من يعترف بهم وبمميزاتهم وبفضلهم، وهذا أمر ليس بدع في الشرع، قال صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في أرضه. من مظاهر اللباقة كما أسلفت الابتداء بالسلام، تبدأ بالسلام ثم مع السلام ابتسامة. لا أقصد الابتسامة الصفراء التي يطلقها كثير من الناس، لا، أقصد ابتسامة يبعثها القلب ثم ترتسم على الجوارح، ثم بعد ذلك اسأل عن حاله وحال أعماله وحال أولاده، تلطف معه، استفسر عن قضية له تعرفها ويعرف أنك تعرفها، مريض عنده استفسر عنه ما حاله، لاطف أولاده إذا كان معه أولاد. هذه أمور لا تكلفنا شيء لكنها توجد محبة ومودة بيننا. فأنت إذا جاءك إنسان وكان لبقا في الحديث معك ومساءلتك أحببته واستقر له في قلبك شيء، كل ذلك مظاهر تعبر عن التقدير والاحترام. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغرس هذا المعنى في نفوس الأطفال، فكان إذا مر صلى الله عليه وسلم على صبيان سلم عليهم. لكني أحذر من نقطة في هذا الباب، وهي أن لا يتجاوز الاهتمام بالآخرين الحدود المقبولة، فإن كل إنسان له خصوصيات، فأنت حينما تسأل وتتقعر في خصوصياتي هذا لا يعتبر اهتمام، هذا يعتبر تطفل واقتحام للشؤون الخاصة. والمشكلة يا أخوان، مشكلة دائمة، أن الفضيلة تقع بين الرذيلتين، الفضيلة تقع بين الرذيلتين، تفريط وإفراط، وهذه مشكلة الفضيلة تحتاج إلى ميزان دقيق. فأن تهتم بالآخرين هذا أمر مطلوب، هذه هي الفضيلة، عدم اهتمامك بالآخرين رذيلة،
دخولك في خصوصياتهم رذيلة، فوقعت الفضيلة بين رذيلتين، وهذه مشكلة الفضيلة عموما أنها تقع بين رذيلتين. ولذلك فدين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على الكثير من خصائص أصحابه وسماتهم، وقد مدح أمورا يستخف بها الناس عادة ليعلمهم شكر النعم وليؤصل في نفوسهم فضيلة الثناء، لأن النفس مهما كان تحب من يقدرها ومن يثني عليها، وليس في ذلك أمرا محذورا ما لم يتجاوز الحد. قال الله عز وجل: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لهم البشرى في الحياة الدنيا. قال ابن تيمية رحمه الله: والبشرى في الحياة الدنيا مفسرة بأمرين. الأمر الأول الرؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى له، والتفسير الثاني أن يعمل الإنسان الخير لا يريد ثناء الناس فيثنوا عليه بذلك. عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله إداما يأتدم به، قالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. هذا ليؤصل في النفوس الثناء على الموجود. من مظاهر اللباقة أن لا نزعج الناس بمشكلاتنا. أنا عندي مشاكل وأنت عندك مشاكل والآخر كذلك، لأن الحياة لا تصفو من الكدر، فلا ينبغي أن نزعج الناس بمشكلاتنا وهمومنا الخاصة. نعم استشر، ونعم أفضي إلى صديقك، ولكن لا تشغله بذلك إشغالا، فإن من الناس من إذا أخبرك وأراد أن يستشيرك أشغلك هاتفيا وحضوريا وأشغل بالك عن أمورك الخاصة والعامة. عند الناس ما يكفيهم من الهموم، فتوسط في هذا الأمر. من مظاهر اللباقة أيضا تبشير المسلم أخوك بأمر يسره وأن تهنئه على خير أصابه، وهذا من الأمور المهمة في هذا الشأن، والتبشير أدب قرآني، فقد بشر الله عز وجل بعض عباده بما يسعدهم في مواضع عدة، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبشر المؤمنين بما أعده لهم من الثواب. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. من اللباقة التجاهل وعدم التدقيق. ليس الغبي بسيد في قومه، وإنما سيد قومه المتغابي. تجاهل، لا تبدي علمك بكل شيء وتدقق، وهذا مظهر جميل من مظاهر اللباقة، لأن لكل واحد من الناس هنات، وله أخطاء وله تقصير وله آراء وله عورات لا يرغب في اطلاع الناس عليها، وإذا كان لابد من التعرض لشيء من ذلك فليكتف الإنسان بالتلميح دون التصريح والإجمال دون التفصيل، وهذا نستفيده من السلوك الشخصي للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد كان من دأبه عدم الخوض في التفاصيل عندما يرى ما هو موضع مؤاخذة واعتراض. والنبي صلى الله عليه وسلم يتجنب ذكر الأسماء والقبائل إلا بخير، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، مع أنه قادر أن يعرف الجميع لكنه أعرض عن بعض، وهذا خلق جميل رفيع. أعرض عن بعض الأمور، اتركها قصدا، لا تدقق، سواء مع أهل بيتك أو مع الناس، لأنك إن دققت دقق عليك. فيا له من خلق رفيع جميل، عرف بعضه وأعرض عن بعض. قف مع هذه الآية حتى لا تدقق على الناس، حتى المدرس مع طلابه لا تدقق، حتى تستمر حياتك أنت وإياهم. لهم أخطاء ولك أخطاء، أنت مع زوجتك مع جارك مع أولادك لا تدقق، فبعض الناس يرى أن من كمال شخصيته أن يدقق مع الناس. من مظاهر اللباقة أيضا الإلفة.
لقد قضت حكمة الله عز وجل أن يبلو الناس بعضهم ببعض، وكان من جملة ذلك أن طلب من كل واحد منهم أن يشذب من نفسه وخلقه وسلوكه. إن هناك من النصوص ما يدلنا دلالة على أن طبيعة التدين الحق تجعل من المسلم الإنسان الأصلح للتواصل الاجتماعي، سواء بالأخذ أو العطاء. خذ مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. ويقول صلى الله عليه وسلم: فإنما المؤمن كالجمل الأنف، حيث من قيدا قاد. لا يعني ذلك أن يكون الإنسان إن معه، إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساء أساءوا، لا. المؤمن أحق الناس بالقيادة، رجل قيادي، لكن القيادة شيء والفظاظة شيء آخر. الفظاظة والغلظة والشدة والجفاء، هذه كلها أمور لا يمكن أن تتناسب مع خيرية المسلم ولا مع طبيعة الإيمان. فالمؤمن لين ومع ذلك يقود الناس ويوجههم إلى الخير.